أهلا أخت مريم. أهلا حضرة القسيس. أخت مريم، يعني يمكن تأخرنا شوي، ولكن إذا بدقيقة ونص احكي لي بالنسبة لإلك كيف كان فكرتك عن الإنجيل قبل إيمانك وبعد إيمانك، وليه الإنجيل؟ أنا بصراحة أيام ما كنت في الإسلام أنا كان عندي تسامح مع المسيحيين، يعني كان عندي مسيحيين، كنت في مدرسة مسيحية أوكي. وشايفة إن الناس كويسين، بتعامل معاهم على قدم المساواة إن كلنا إنسانيين، فما كانش عندنا ما كانش عندي مشكلة بالنسبة للإنجيل، غير إن أنا متعلمة إن هو كتاب محرف ده، لكن ما حاولتش وما اعرفش اصلا كان يتجاب منين، يعني ما كانش عندي فكره اجيبه منين. انا كنت مشغوله من وانا صغيره ان كنت حاسه ان في حاجه غلط في الاسلام، ودي اللي كانت شاغله بالي 1000000%. وكنت بسال نفسي ايه اللي يضمن، ما هم كل واحد، يعني المسلمين بيقولوا احنا اللي على حق، المسيحيين بيقولوا احنا اللي على حق، اليهود بيقولوا احنا اللي على حق، طب ايه اللي يضمن ان انا اللي صح؟ فكنت بحاول اصبر نفسي واقول اتس اوكي، يعني هم مش مؤمنين بمحمد لكن انا مؤمنه بالمسيح ومؤمنه بموسى، فانا ان ذا سيف سايد، بس طيب، كنت بفكر ان اتس اوكي، يعني بعشرين تاني أخت مريم، وإن شاء الله المرة الجاي نأخذ فترة أطول معك. اكيد. وبعدين فانا لما عرفت المسيح وقريت الكتاب المقدس، اول حاجه قريتها كانت الموعظه على الجبل، انا بسميها درة التاج، وانا بنصح اي حد مسلم ان بس افتح واقرا، اعمل جوجل دلوقتي، جوجل الموعظه على الجبل واقرا وشوف التعاليم دي ممكن توديك فين. أمين. ربنا هو اللي خلقنا وهو اللي خالق المانيوال بتاعنا، يعني لما يدينا تعاليم نمشي عليها هتبقى اكيد لخيرنا. شوف تعاليم آمين. الاسلام وشوف تعاليم المسيح اللي هي الخلاصه بتاعتها في الموعظه على الجبل، آمين وانت أخت حسم رايك. مريم. يعني أنا آسف بس عندنا التواني، المرة الجاية رح نكون أكثر لأنه بحب أسمع منك. أكيد إخوتي، أنا بدي أكرر نصيحة مريم، اقرأ الموعظة على الجبل، اقرأ واحدة من البشائر، إنجيل مثلا لوقا أو بشارة لوقا، وأنا رح أضمن لك وأكد لك إنه حياتك رح تتغير. ما تخافش ما تخافش، اقرأ بالكتاب المقدس، الإنجيل اللي بغير وبيعطيك حياة أبدية. ربي يبارك.